حدثني واحد من 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 زملائي يقول رأيت في الحج اثنين من الأمريكان شباب مسلمين. وعادة نحن إذا رأينا شخص يعني فرنسي ألماني أمريكي إسرائيلي مسلم، أول سؤال نسأله إيش؟ إيش؟ كيف أسلمت؟ صح؟ هذا السؤال الجاري. نقول فسألتهما، قلت ما شاء الله أنتم شباب وجئتم تحجون، كيف أسلمتما؟ يقول فواحد منهم نظر للثاني وضحك، قال أسلمنا على يد بوش. قال كيف؟ قال والله أسلمنا بسبب بوش. قال كيف أسلمتم بسبب بوش؟ قال كنا في أمريكا عيال شوارع، يعني ما نبحث عن إسلام ولا نبحث عن نصرانية ولا نسمع أبدا بشيء اسمه إسلام أساسا، ليس هذا من اهتمامنا. اسألنا عن هيروين وعن مخدرات نعم، أما هذا ما ندري عن الإسلام أصلا. إن دخلنا الإنترنت دخلنا أشياء لا تتعلق بالأديان أساسا، إن نظرنا في القنوات الفضائية أيضا أشياء لا تعلق لها بالأديان أساسا. يقول فلما وقعت أحداث سبتمبر استمعنا إلى خطبة بوش، يقول فتكلم بخطبة طويلة، يقول نحن فهمنا كل كلام ما نحن أمريكان أصلا. يقول فمن ضمن الكلام قال كلمة إسلام مرة أو مرتين. يقول فالتفت على الذي بجانبي صاحبي قلت إيش إسلام هذه؟ قال والله ما أدري إيش إسلام. يقول كل كلامه بالإنجليزي فهمناه احنا عيال البلد، لكن إسلام هذه ما فهمنا إيش معنى إسلام. ترى يا جماعة ليس غريبا، أنا كنت قبل 5 أشهر أو 6 في جنوب أفريقيا ونزلت معي 2 من الزملاء وأصابنا مطر، فدخلنا إلى كوفي شوب. لما دخلنا أقبل إلينا الجرسون هذا اللي يشتغل وطلبنا شاي وجاء وضع الشاي، فالتفت إليه قلت له يعني هواري، وقال I'm fine. قلت What's your name؟ قال أنا اسمي جاك. قلت جاك إيش ديانتك؟ قال أنا كريستيان أنا نصراني. قلت طيب هل سمعت عن شيء اسمه إسلام؟ قال هو إز من هو؟ قلت إسلام إسلام. قال نو. قلت طيب تتوقع الإسلام إيش؟ توقع الإسلام ماركة سيارة ولا ماركة ملابس والله كذا، ولا تتوقع الإسلام اسم فيلم، ولا تتوقع الإسلام هذا اسم دولة ولا دين، إيش تتوقع الإسلام؟ هذه الاختيارات، أنا الإسلام هو اسم ماركة ملابس ولا اسم سيارة ولا؟ قال أظنها اسم سيارة. إسلام اسم سيارة؟ قلت جد يعني؟ قال يا أفندي هو اسم سيارة اسمها إسلام؟ قلت لا، الإسلام هذا دين، دين فرضها الله تعالى على عباده. واستغربت فإذا به لم يسمع في حياته شيء يتعلق بالإسلام، تخيل. فلا تستغرب لما يقول لك هذان الرجلان شابان يقولوا والله ما سمعنا شيء عن الإسلام. طبيعي يا أخي، ما هم أصلا لم يبحثوا عنه. مثل لما أقول لكم أحد سمع عن ديانة اسمها الكونفوشوسية، في ديانة اليوم اسمها الكونفوشوسية لكن لم تسمع بها في الغالب، لكن لو قيل لك في الجرائد نشر وفي أخبار في قنوات الأخبار الكونفوشوسيون مثلا في الهند يشعلون كذا أو يهدمون كذا، أو تقول يا أخي إيش الكونفوشوسية هذه يا جماعة، تعالوا نبحث عنها، إيش الديانة هذه اللي عاملة مشاكل. فالله تعالى يحدث أشياء أحيانا يقدر حدوثها على الإسلام لأجل أن يحرك الماء الراكد ولأجل أن يبدأ الناس يبحثون عن هذا الدين. هذان الرجلان الشابان يقولون والله لما قلنا إيش الإسلام تعال نبحث، يقول فدخلنا الإنترنت ودخلنا كلمة إسلام، يقول فإذا هو دين، ودخلنا ننظر في هذا الدين فأعجبنا، فبحثنا عن أقرب مركز إسلامي وذهبنا إليهم ودخلنا في الإسلام، وأبشرك نحن الآن مسلمون أنا وصاحبي. انظر سبحان الله، إذا أراد الله تعالى نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. والله يا جماعة، والله والله لو لقي دين آخر نصف ما يلقاه الإسلام من حرب وإفساد إعلامي عليه ومحاولة إفساد صورة في عيون الناس وقتل لأهله وسجن لهم وتحريف للقرآن ونشره وتحريف لمفاهيم الإسلام وكتابتها كأن مؤلفها هم مسلمون ونشرها وهي تتكلم عن الإسلام بالسوء، والله لو لقي دين آخر نصف ما يلقاه الإسلام لمات من سنين،
لكن الله تعالى لا يزال يحمي هذا الدين، لأن الله تعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على